شكرا حمزة على هذا التقرير الجيد. أبو سلطان، الشباب واتحاد، واحد فايز والثاني خسران. والله أبو كرم، مباراة هذه يمكن من أقوى مباراة الجولة الثامنة، لم تكن الأولى مع الأهلي والنصر اليوم السبت، لكن الشباب خسارته قدام القادسية الحقيقة الأسبوع الجولة الماضية كانت غريبة شوي على مستوى اللي يؤديه. بكرة حيفقد ثلاث لاعبين مهمين، بالذات شراحيلي وعبد الله الحمدان، في المقابل أنه الاتحاد ما شاء الله عليه، يعني انتصار على الوحدة، تميز. بكرة عنده غيابات الحمدان واليامي والصواط، لكن أنا أتوقع أنه الاتحاد يستطيع أن يحسمها غدا لأنه هو الأفضل. توقع أبو كرم الاتحاد. وشرح أنا أقول أن الفريقين هاي مباراة كلاسيكو أبو كرم، ما تتوقع حتى اليوم الفريقين، ممكن صح أن فريق فايز وفريق خاسر آخر جولة، لكن أشوف أن يعني مستوى الفريقين تقريبا نفس الشيء. في مباراة الكلاسيكو ما تحكم الأمور الفنية أبو كرم، المستطيل، تغييرات المدربين ممكن تحكمها، الأغلاط الفردية. أنا أشوف أنها مباراة هدف أبو كرم. هدف لا للاتحاد. للاتحاد. طيب عين وقادسية أخ أبدل معك. العين أبو كرم قاعد يقدم مستوى طيب، القادسية يعني فايز على الشباب، فايز بس أبو كرم أنا أشوف أنه كمستوى فني قاعد يقدمه فريق العين ومتطور، أنا أشوف أنها أقرب لفريق العين. أنت شو رأيك أبو سلطان؟ صحيح، أنا شفت مباراة العين الأسبوع الماضي أو الجولة الماضية أمام الفيصلي وعلى أرض الفيصلي تعادل. العين من بعد ما يعني حتى وهو خاسر أمام الأهلي، عندما يعني قلب النتيجة وخسر بأربعة ثلاثة، العين متطور وتوقع بكرة يفوز على القادسية. طيب توقع فيصل ورائد؟ لا، الرائد الفيصلي هالموسم ليس كما المواسم الماضية، عنده مشاكل كثيرة. أبو محمد؟ أنا أشوف الرائد أبو كرم. شوف الرائد. نعم. ليش؟ أبو كرم قاعد يقدم مستوى جيد، أشوف أن غياب بعد أحد واحد من أفضل عناصر محمد فوزير بيكون مؤثر على مستوى الفريق، كانسجام خطوط، كأداء، لعب جماعي. أنا أشوف أن فريق الرائد بيكون أفضل.